لسه بنواصل مع حضراتكم اخبار نادينا النادي الاهلي. طبعا واصل طبعا رباعي حراس المرمى محمد اسف مع الشناوي ومحمود وحيد، دول الاصابات، معلش الاصابات عندنا كتير، ربنا ان شاء الله يشفيهم ويرجعوا بالسلامه للملعب. عندنا الشناوي وقالي بادجي وسعد سمير بيقدموا، ومحمد محمود بيقدموا طبعا او بيعملوا برنامج تاهيلي بشكل مكثف جدا، وخاصه لسوء الحظ كمان ان محمد محمود يمكن بيخرج من اصابه لاصابه، عنده شبه اصابه في الغضروف كان اخبار في النادي الاهلي، لكن بنتمنى له طبعا كلهم الشفاء. الرباعي طبعا قام بالجري حوالين الملعب، كل دي برنامج تاهيلي، برنامج بيحافظ على لياقتهم، وفي نفس الوقت بيكون في برنامج كمان طبي بعد التدريبات من خلال اشراف الدكتور وبعض الجلسات الطبيه. كمان على الجانب حراس المرمى، خضع حراس المرمى علي لطفي وطبعا مصطفى شوبير واحمد طارق، دول الثلاث حراس المرمى الموجودين، تدريبات منفرده طبعا تحت قياده ميشيل بانكون، ده مدرب الحراس. وزي ما قلنا ان الشناوي كمان عايزين نطمن الناس، الشناوي باذن الله هيكون متواجد باذن الله في مباراه الوداد، لان طبعا الدفع بيه سريعا بيبقى ممكن يكون في مشكله، عايزين نطمن عليه 100%. الشناوي كان عنده شد خفيف في العضله الضمه، ومن خلال التدريبات بيتحسن بشكل كبير جدا، لكن طبعا لسه في مرحله ان هو التعافي بشكل كويس وخبراته تاهله، يعني حتى مباراه الدوري ممكن جدا يلحق اخر يمكن المباراه اللي جايه او اللي بعديها، لكن احنا دايما بنشوف مباراه الوداد هي المباراه الاهم طبعًا. وطبعا الشناوي يعني وجوده في الملعب بيطمنك، بيطمن الناس كلها، ربنا يعني يرجعه بالسلامه ويظهر تاني بشكل مميز كالعاده يعني ان شاء الله. النهارده كمان كابتن هاني موسيماني كان عمل جلسه مع الجهاز المعاون طبعا قبل ما ينطلق المران اللي اقيم النهارده الصبح في بدايه التحضيرات لمواجهه بيراميدز. زي ما قلنا موسيماني كان بيتكلم مع معاونيه في كافه التحضيرات سواء على المستوى الفني او الاداري، وهو طبعا حريص من اول يوم له على انه يتابع كل الامور، ودي يمكن نقطه ايجابيه جدا ان مديرك الفني بيتابع كل كبيره وصغيره. ده الحقيقه شفناه من اول يوم حتى وصل فيه، يعني ان انت بتضع مع جهازك المعاون خطه التحضير للفترة الجاية، افتكر ان دي كانت شغله الشاغل حتى من قبل ما يجي مصر. صحيح. هنا هو طبعا عنده زي ما بقول لك، هو طبعا الراجل واضح كده انه بيشتغل بشكل كبير جدا، كل صغيرة وكبيرة، حتى امبارح في مباراة يعني مباراة النادي الاهلي شفنا عناصر صغيرة، شفنا العربي بدر عربي بدر بدا يخش بشكل كويس، وظفه بشكل كويس جدا كباك يمين، فالراجل عنده رؤية زي ما اتكلمت وهو اتكلم معايا، عنده رؤية بيحاول طبعا بسابق الزمن زي ما بيقول، عملية التجهيز لمباراة الوداد، وكمان عملية انه بيحضر لعيبه مميزه وبيحط البوزيشن وبيبص على بوزيشن من خلال المباريات، عوده صالح جمعه امبارح حتى اخر ثلث ساعه بنتكلم على الفرص، تألق مروان ما شاء الله يعني وصل، هو ده مروان اللي هنتكلم عليه ان شاء الله، وصل لمروان يعني قمه التألق، وان شاء الله يستمر حتى لفترات طويله. فكل دي الحاجات الفنية إن شاء الله هنتكلم فيها مع ضيوفنا بالتفصيل إن شاء الله، لكن لسه مع أخبار النادي الأهلي معانا. وزي ما قلنا النادي خاض مران مهم جدا النهاردة، يعني زي ما قلنا أنه موسيماني عمل محاضرة كبيرة جدا وحس فيها اللعيبة، كمان مهم جدا أنك تكلم اللعيبة على طول، وأن المحاضرات النظرية ديت الناس بتشوفها محاضرة نظرية، لا محاضرة نظرية بتبقى مهم جدا، أولا محاضرة فيديو ممكن يبص على الأخطاء، ممكن يبص على الإيجابيات عشان يزودها. موسيماني كمان كان بعد المباراة كان راضي عن المستوى الأداء اللي قدمه الفريق والفوز اللي حققه على إنبي بثلاث أهداف نظيفة، وكمان وشد كمان على استمرارية الروح والعزيمة والروح المعنوية العالية، طبعا كل ده استعداد وتحضير على المستوى المعنوي وعلى المستوى الفني طبعا للوصول ل مباراة الوداد، واحنا في اكتر تركيز واحسن حاله بدنيه وفنيه ان شاء الله. وشفنا زي ما بقول لك يا سهام، شفنا النادي الاهلي بحاله فنيه جيده، بنطمن كل يوم على الحاله الفنيه، بنطمن على الحاله البدنيه، فكل دوت من خلال يمكن ايام قليله جدا موسيماني اشتغل فيها مع النادي الاهلي، لكن كمان عايز اقول في بصمات واضحه. أيوة. مش يعني في بصمات بدات تظهر على شكل النادي الاهلي في الانتشار ونقله للكوره بشكل مباشر. نتمنى طبعا حتى كابتن حلمي طولان كان بيعلق على الموضوع ده امبارح، وقال حتى شكل الفريق اتغير،
لانه لعب معاه مع فايلر لانه لعب امبارح مع فايلر لانه لعب قبل كده مع فايلر لا امبارح بقى في اول مواجهه ليه مع موسيماني كان فعلا هو يمكن اشاد بموسيماني وحس بهذا الفارق، وحتى شفنا اللقطه لما راح سلم عليه ولقاء يعني كان هو كمان قال يا سهام انه حاسس ان موسيماني طبيعي الاهلي اداء النادي الاهلي، وقالها كده الكابتن حلمي قال لك هو حاسس النادي لعيبه الاهلي مرتاحه ايوه يعني اكثر راحه صحيح. واريحيه في الملعب نتيجه ده نتيجه ان ممكن التعديل البوزيشن او خطه اللعب بدات كل لعيب بيلعب توضح في مكانه بشكل مميز الاسلوب، وده الاسلوب اللي يحبه النادي الاهلي استحواذ التمريرات صحيح يعني التمريرات الكتيره دي، وشفنا حتى الهدف الثاني هدف رائع من جمله يعني استحواذ على اعلى مستوى حسين الشحات طلع لاحمد فتحي لمروان، يعني انا بصراحه عجبني جدا اداء النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت خاصه في الشوط الاولاني. احمد الشيخ اهو معانا في التمرين زي ما انتم شايفين اهو، وطبعا احمد الشيخ النهارده كان في المران الجماعي واتعافى خلاص من الاصابه الف سلامه عليه، كان اتعرض ليها طبعا الفتره اللي فاتت، كان بيشتكي من اجهاد عضلي شويه، بعدين عمل برنامج علاجي، بعدين خضع لفحص طبي قبل ما ينطلق المران النهارده، وتم التاكيد خلاص على جاهزيته الحمد لله على السلامه. شيخ من اللعيبه الرجاله جدا، وواضح انه عنده تحدي الفتره اللي جايه، وبنشوفه لما بينزل المباريات يعني بيموت نفسه علشان فريق النادي الأهلي، فكل التوفيق ليه بإذن الله إن شاء الله كمان.